شو قدام فيه؟ اشوف امه واقفين. يخرب بيتك يا امال، بتطلع زي الخازوق. انا مشغوله يا امجد، شويه وهكلمك. هستناكي تكلميني ضروري. مين بقى يا حبيبي اللي بتقول لها هستناكي؟ دي هيكون مين يعني؟ دي عميله، دي زينب. هات التليفون. لا مش هديك التليفون. هات التليفون فرجهولي. هات التليفون. فين الرساله؟ هتكون فين يعني عندك؟ انت مسحتها يا زباله يا قذر. مسحت ايه؟ تلاقي بغبائك وانت بتشدي الموبايل مسحتيها. اتصلي بزينب. مش متصل بزينب. اتصل بزينب يا امجد يا زباله. شت ولا كلمه، لازم تثقي فيا بقى وتصدقيني. مش كده اثق فيك ايه وانت كل حركاتك وسخه زيك. شت وطي صوتك، ادم يسمع. ادم يسمع؟ طالما خايف عليه قوي كده ما توسخش صورتك قدامه. يا اخي خليه لما يكبر يشوفك محترم بدل ما انت زباله ووسخ. كفايه قرف بقى، انا زهقت منك. قرف لما يقرفك ما تمدش ايدك عليا وسيب ايدي. مش هسيب ايدي. سيب ايدي اللي اهلك ما عرفوش يربوك يا زباله. اوعي تجيبي سيره اهلي يا بيع واطي. يا زباله اللي امك ما مشاك يا حيوان. خلاصي بقى. بتقول انها شافته بيبعت رساله لواحده ولما شافها مسحها، مع انه كان بيبعت لعميله عنده في الشركه. بطلي تصدقي اي حاجه، ابنك بيكذب. وانت بطل تيجي عليه كده دايما، ولو بيكذب ما هو من قرفها. خلاص يصاحب اي واحده اذا كان ده يرضيكي. انا ما اقصدش كده، انت ليه بتفهم كلامي دايما غلط؟ خلاص هما فين؟ خليكي هنا ما تطلعيش فوق. ليه؟ عشان اخوكي قاعد مع استاذ ناجي. استاذ ناجي بتاع الكنيسه؟ من زمان قوي ما شفتوش، هو لسه عايش؟ اه، ما هو ماسك شؤون المتجوزين في الكنيسه هو ومراته جيهان. قلت اكلمهم يجوا يقعدوا معاهم. كانش ناقص غير ان انت تجيبي لهم جيهان كمان. ما هي قاعده مع امل. وايه اللي جاب امجد وامال اصلا؟ هي اتصلت بابوكي وراح جابها هي وادم، وامجد كان هنا اصلا. طيب انا اقعد فين بقى دلوقتي؟ خليكي قاعده معانا هنا شويه. انت فاكره ان ناجي ومراته هيعملوا حاجه؟ دول عباقره. انت فكرك ان هو ممكن يخرب بيته بنفسه ويطلقها؟ هو لازم يستحملها. ابنك لازم يتغير. مش هو اللي لازم يتغير، هي كمان لازم تتغير، عشرتها صعبه. بقول لك ايه، انا مش عارف اتكلم معاكي، الكلام معاكي بيفور الدم. وبعدين اي راجل هو اللي بيجبر مراته انها تحترمه، وابنك ما بيعرفش يعمل كده. طب ردي عليه انت. خلاص يا ماما، خلاص يا بابا. حصل خير، مفيش حاجه جديده. قدومه تيجي نلون سوا؟ اوكي، انا هلون باللون الازرق وانت بتلون بايه؟ هيدمروا الواد بغبائهم. انت حبيبي اللي مظلوم في الموضوع ده. اوعي تفتكري ان ناجي كان طول عمره ملاك. انا مش عايز اعيش معاها خلاص. دي انسانه لا تطاق، قله ادب، صوت عالي، شكاكه، وفي المقابل مفيش حاجه واحده عدله تخليني استحمل. وغير كده بقى عندها مشكله نفسيه مع اهلي غريبه ومش عايزه تتغير. وخلاص انا حفظت المشاكل. اول ما المشكله تبدا الصوت يعلى، شتيمه في ابويا وامي من غير مبرر. يا استاذ ناجي بتمد ايديها عليا. انا خلاص واخد القرار، انا عارف ما ينفعش طلاق. نروح الكنيسه وانا انفصل بهدوء، وانا موافق جدا اعيش من غير جواز زي الفل كده. اهدى يا امجد. استاذ ناجي ارجوك، انا لا عايز حد يهديني ولا محتاج وعظ. انا عارف حضرتك هتقولي كويس، ما جمعوا الله لا يفرقوا انسان. انا بقول لحضرتك بقى، مش لما يكون ربنا هو اللي جمعنا الاول. امال مين اللي هو جمعكم؟ انا بغباوتي، انا مش عارف كنت بفكر ازاي ساعتها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا كان في عيوب ولسه في عيوب، بس انا كنت بستحمله وتحت اي مسمى كنت بحترمه. ولو كان يحصل بينا مشكله ما كانتش تخرج بره حدود اللياقه. يعني ما يمدش ايده او يشتم، لان العيب بيجيب عيب والغلط بيجيب غلط. يعني ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انه يعرف عليا بنات واسكت؟ يعايرني ويقول لي انت بيها انت واهلك واسكت؟ يضربني واسكت؟ هما جابوني ليه خدامه وانا ما اعرفش ولا ايه؟ لا انا ما قلتش كده، لكن علشان لازم يبقى عندك حكمه في حياتك عشان بيتك ما يخربش. ولو في اي حاجه انت مش قادره عليها اطلبيها من ربنا، هو اللي يقدر يغيرها. صدقيني انا في بدايه حياتي وفي اول جوازي كان بيني وبين ناجي مشاكل كتيره، وكنت أدخل الأوضة وأقعد أصلي وأدعي له بالتغيير علشان ربنا يرضى عنه، مش عشاني، لأ، علشان يكسب نفسه، وعلشان لو جرى له حاجة يكسب ملكوته وما يخسرش ويدخل الجنة وما يخشش النار. ما علينا. على العموم أنا مش جاي النهاردة علشان أوعظ هنا، أنا جاي أفكر في حل معاك. طب حضرتك ريح نفسك عشان مفيش حل. وابنك آدم حابب إنه يكون بعيد عنك وتروح كل أسبوع تاخده وتشوفه ساعة ويرجع تاني لأمه؟ ما هو آدم بقى هو اللي معطلني بصراحة. يا أستاذ ناجي أنا ما بحبهاش، واضحة، ما بحبهاش. عايش معاها إزاي؟ طيب هي وحشة، أنت فين بقى من ده كله؟ الحكاية مش حكاية كلام وبس، أنت لازم تشتغل على مراتك وتغيرها بطريقتك زي ما بتعمل مع آدم. مش آدم لما بيشوفك بتعمل حاجة صح بيقلدك، وبالعكس لما بيشوفك بتعمل حاجة غلط ممكن يعمل زيك بالظبط. أنا عايزك تتغير يا أمجد علشان مراتك كمان تتغير، أنت الراجل. وبعدين العقدة من أهلك دي اوعى تحسسها بيها أبدا وترجع وتقول لي تاني عندها عقدة من أهلي. يا أستاذ ناجي يعني أنا دلوقتي اللي مسؤول عن كل حاجة؟ أتغير وأغير وأنا الراجل؟ أنا فين من ده كله؟ قصدك تقول ربنا فين من ده كله؟ ربنا مش في بيتكم يا أمجد. أنا مش هعرف أصلي عشان أمجد، مش هقدر من جوايا. جوزك أكيد ما كانش زي أمجد. لا جوزي ما كانش زي أمجد، جوزي كان أوحش، واحد ما بيدخلش الكنيسة خالص ومش عايز يصلي وكل يوم سهر وخمرة مع أصحابه اللي مش كويسين، وطبعا المسألة كان فيها ستات. شفتي الصلاة؟ شفتي صلاتي عملت إيه عشانه؟ خلاه خادم في الكنيسة. لازم بالصلاة خلي السلام يدخل ويملى بيتك. صلي انت بس. احنا كنا في الكنيسة امبارح على فكرة. وإيه يعني؟ هي الحكاية مروح كنيسة وخلاص؟ لازم تروح الكنيسة وفي قلبك ربنا، مش كده ولا إيه؟ قول لي أنتوا بتصلوا مع بعض ولا لأ؟ لأ طبعًا، وإحنا بنقعد مع بعض أساسًا. أنت عارف الراجل اللي بيبقى متجوز ومخلف بيسموه إيه؟ بيسموه رب أسرة. عارف يعني إيه رب أسرة؟ رب يعني مسؤول عن كل الأمور، عن حبهم، عن الاهتمام بيهم، عن رعايتهم. أستاذ ناجي أنا خلاص عرفت رب الأسرة وربنا يسهل، ربنا يسهل. يا ريتك تعرف كلمة ربنا يسهل دي وأنت بتقولها. ربنا يسهل لما أنت تكون عاوزه يسهل. اعزفي معايا. استعملي.